السلام عليكم، يعطيكم العافية. وعليكم السلام، يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك يا رب. الله في يسلمك. استفسار قبل ما يجي باقي الطلاب، خلينا نحكي إذا حدا عنده أسئلة عن محاضرة المرة الماضية، حابين نعيد على شيء معين قبل ما يدخلوا بقية الطلاب، أو نستثمر الوقت ليدخل بقية الطلاب. في حدا عنده استفسارات؟ حدا جرب ياخذ الكود اللي اشتغلناه المرة الماضية ويطبقه أو يحطه على البايثون عنده في البيت؟ بدكم تنتبهوا إنه هذا الشيء ما بصير لقدام شوي، ما رح أكتب لكم بقية الكودات، رح أصير أعتمد إنه الكود موجود، رح أضيف عليه إضافة، رح أغير عليه بشكل معين، فما رح أكتب من نقطة الصفر ولا رح أكتب كل الكودات زي ما إحنا عم نكتب الآن. الآن هي فقط تذكير لمادة الأوبجكت اللي أنتوا أخذتوها وطريقة كتابة الكود كيف بدها تكون، لحتى إحنا نصير متمرسين كمان شوي بكتابة أي برنامج. أي استفسار لغاية الآن؟ طبعاً إحنا لسه ما كملنا كود الدايناميك أراي، رح نكمله إن شاء الله اليوم. يوم الخميس إن شاء الله المحاضرة راح تكون مسجلة، يعني مش شرط تدخلوا في موعد المحاضرة، اللينك راح يكون موجود للمحاضرة الجديدة على الإي ليرنينج حتى الكل إنه يقدر يشوفها. يوم الأحد نعمل مراجعة سريعة، نعمل مناقشة سريعة للموضوع ومنكمل على اللي بعد. لا، موعد امتحانكم تحدد وهو كتير بعيد إذا أنا بدي أقارنه بالمواد الثانية، أنا مش متأكدة، هو 4/5 على ما أعتقد امتحانكم، 4/5 كان أربعة حطينه. خمسة فالموعد كتير بعيد. المادة اللي راح تكون داخلة راح نكمل، لسه في عندي الستاك والكيو، راح أنزلكم المادة إن شاء الله اليوم على الإي ليرنينج. طبعا راح تشوفوا انهم عباره عن مجموعه ملفات مش ملف واحد. شو السبب؟ انه قسمنا لكم كل معلومه لحالها، لكن كعدد سلايدات كل شابتر فيهم ما راح يكونوا اكثر من 25 19 17 بهي الطريقه. الهدف انه نقسمهم حسب الموضوع، راح نشرحهم كلياتهم، ستاك والكيو رح يكونوا داخلين معانا في مادة الميد. الهومورك القادم حكينا أنه ممكن يكون الخميس هذا أو الأحد القادم، ورح أعطيكم مدة منيحة، رح يكون على الباث تو كود مبدئيا، رح أعطي لكم انفورميشن على الإي ليرنينج بس التسليم على الباث تو كود حتى الكل أنه يقدر يشوفه ويتعامل مع الباث تو كود. رح يكون هو الهومورك الأول الفعلي اللي احنا بدنا نشتغله. اي استفسار لغايه الان؟ طيب نرجع للكودينج الان. اخر شيء اشتغلنا عليه كان داخل الكودينج، اشتغلنا بالجريتر ذان واشتغلنا بالجيت ايتم، وحكينا شو الجمل اللي ممكن تستدعيهم. اذا انا بدي استدعي الجريتر ذان بدي اعمل جمله مثل هاي، اذا انا بدي اعمل الجيت ايتم بدي اعمل جمله مثل هاي، انه اكس اوف موقع معين اطبع لي، فبناء عليها بجيب لي الانفورميشن وبيطبع لي اياه. اي استفسار على اي كود من اللي اخذناهم سواء ككومبلكسيتي او حتى ككود، ليش احنا كتبناه، شو الاف ستيتمنت اللي احنا حطيناهم، شو التعديلات اللي احنا عملناهم لغايه الان؟ تفضل يا مجدي. دكتوره انا المحاضره الماضيه ما كنت موجود، بس وانا راجعها للجيت ايتم. اوكي، قسمي ليش حطيناها برايفت وزي هيك؟ لانه هي سبيشال ميثود، احنا عملنا لها ايش؟ اوفر رايد. هاي السبيشال ميثود. فانا ما بدي استدعي بالمسمى جيت ايتم، انا شو بدي اعمل؟ انا بدي استدعي بالطريقه هاي الموجوده عندي تحت. اكس الموقع زيرو، زي كاني عم بستدعي من اري مباشره. اوكي؟ تمام. في اي استفسار اخر قبل ما نكمل بمحاضره اليوم؟ طيب نيجي على ميثود جديده. عرفنا كيف بدي اطبع. طيب اذا اجيت حكيت لك انا الاكس الموقع مثلا 1 خليه يساوي عند الرقم 20، هل هي الجمله تنفذ؟ واذا تنفذ
شو نتيجة التنفيذ تبعتها؟ مين يحكي لي؟ هل هاي الجملة بقدر أنفذها زي ما هي؟ هل في ميثود عم تستقبل هذا الكود وعم تنفذ لي إياها ولا لا؟ دكتورة ما بتقدر تنفذها هاي الجملة هيك. ما بنقدر ننفذها، شو السبب؟ لأنه أصلاً هي برايفت هالساعات عندي أنا الإكس. الإكس هي عبارة عن أوبجكت وليس اسم الأري، فأنا كيف بدي أضيفه بهاي الطريقة؟ كلام صحيح. إذن الإكس هي أوبجكت من كلاس، ليست اسم أري لحتى أتعامل معه بهاي الطريقة. طيب الآن أنا بدي أضيف ميثود، معناها إذا أنا بدي أتعامل مع هاي الجملة اللي صارت عندي تحت اللي هي إكس أف واحد بتساوي 20، شو ممكن تكون الميثود؟ define إيش؟ شو رأيكم؟ index. index بدنا اسم الميثود الآن أول شيء قبل ما أحكي replace. عن replace. نعم ممكن replace. طيب هل بصير أستخدم object من class بالطريقة اللي تحت؟ إنه x of 1 خليه يساوي 20. ننتبه إنه x هو object من class وليست array فعلياً، هون هي object من class. إحنا كيف كنا نضيف عليها؟ نعمل x.add ونضيف الرقم اللي أنا بدي إياه. الآن إذا أنا بدي أعمل تغيير على location بأعطي قيمة جديدة، أنا ما عم بعمل إضافة الآن، ممكن أسميها إضافة، ممكن أعملها تغيير على موقع أنا ما ضفت عليه سابقاً. الآن بالنسبة لنا الأوبجكت أوف من كلاس معين ما بقدر أستخدمه بهاي الطريقة، فأنا بدي أعمل إيش؟ أوفررايد لسبيشال ميثود. شو هي السبيشال ميثود اللي أنا ممكن أعملها أوفررايد هلا؟ دكتور الست. تمام، إذا بدنا نعمل أوفررايد للست آيتم بالشكل هذا. فالآن أنا الست آيتم، طيب شو بدها تأخذ عندي؟ السلف اللي راح يمثل عندي الاكس اللي هو الاوبجكت اللي انا عم بشتغل معه، فاصله الرقم واحد شو هو؟ عباره عن اندكس. فاذا انا بدي كمان الاندكس، واخر نقطه انا شو بدي اياها؟ القيمه اللي انا بدي اخزنها. فانا بحاجه للفاليو، اذا انا بحاجه للسلف اللي بيمثل عندي الاندكس، سوري الاوبجكت اللي هو الاكس، الاندكس اللي هو الرقم واحد اللي هو اللوكيشن اللي انا بدي اخزن فيه، الفاليو اللي هي القيمة اللي أنا بدي أخزنها. طيب الآن شو بدي يكون عندي داخل الكودينج؟ شو لازم أعمل أول خطوة داخل الكودينج لحتى إنه أنا يشتغل مع البرنامج بطريقة سليمة؟ مين يحكي لي؟ هل لازم أعمل تشيك على الاندكس؟ أعمل تشيك. أوكي، بدنا نعمل تشيك على الاندكس. الاندكس احنا اتفقنا ما بدنا نتعامل مع الارقام السالبه، بدنا ناخذ الارقام الموجبه. طبعا ممكن نشتغلها ارقام سالبه اللي هي ايش؟ سالب ام لام، بس هون خلينا انه ناخذها من الصفر، اقل من او يساوي الاندكس. طيب بعدين اقل من ايش؟ من الان سيلف دوت ان. سيلف دوت ان على اي اساس انه ان مش كاباسيتي؟ ما احنا بدنا نتعامل مع القيمه الموجوده تحت جوا الري. انا بدي اغير على قيمه موجوده سابقا، صح ولا لا؟ فانا ما بدي اضيف اضافه الان، فجمله اللي بتتعمل لي اياها ست ايتم انه انا بدي اروح على لوكيشن فيه قيمه، بدي اعدل على القيمه الموجوده فيها، فمشان هيك بناخذ الام. طيب شو بدي اعمل بالجمله اللي بعد هيك؟ انا بدي اعدل الان، صح ولا لا؟ فبدي استدعي الاري اللي انا بنيتها اللي اسمها A، بدي اجي احكي لها في الاندكس اللي انا اخترته او اللي بعثت لك اياه حط لي الفاليو. فبهي الطريقه انا شو عملت؟ انا خزنت الفاليو في الاندكس التابع للاري الموجوده عندي. طيب إلس شو لازم اعمل بحاله انه كان الكونديشن خطا؟ دكتورة بنحط جملة طباعة إنه الindex out of range. أوكي، إذا ما نعمل جملة طباعة إنه index out of range. I print index out of range.
شبه على الدبل كوتيشن اللي موجودة عندي. طيب إذا بهاي الطريقة أنا شو عملت؟ أنا عم بعدل، عم بعمل replace قيمة مكانها بدي أحط قيمة تانية، فبدي أتأكد إنه الاندكس هو من ضمن الأماكن اللي أنا مخزن فيهم values، فمشان هيك أخذنا من الزيرو أقل من الآن لأنه الآن عدد الإليمنت، فآخر موقع خزنت فيه هو N ناقص واحد، فأخذت القيمة استبدلتها باللوكيشن اللي أنا بدي إياه وخزنت القيمة. إذا كان الاندكس خارج الرينج تبعي بنعمل له إيش؟ إنه اندكس out of range. طيب شو الكومبلكسيتي لهذه الميثود؟ بيج او لايش؟ للون للواحد. للواحد تمام. إذا بيج او للواحد، شو السبب إنه أنا في عندي هون ما في غير if statement وفي عندي جملة else statement عم بشتغل عليها؟ طيب هاي بالنسبة للset والget. طبعا بالنسبة لنا أنا هون عم بكتب كل إشي، لأنه طبعا بالسلايدات ما رح تلاقوا، لا الست مش موجودة، في عندي methods أنا ذكرتهم سابقا مش موجودين مثل greater than، خلينا نحكي algorithms أو clear list، sfall، sempty، مش موجودين هدول. هدول إحنا عم نضيفهم لحتى نستخدمهم later on، لحتى نستخدمهم بعدين ما نواجه مشاكل لما أنا بدي أخذ أي structure جديد، لأن كل structure رح نبنيهم بالاعتماد على هذا الكلاس ورح نشتغل مع هذا الكلاس، فلازم وضروري نهتم فيه ونفهم كيف أنا عم بضيف الميثودز عليه. طيب إذا أجيت أنا حكيت لك الآن بدي أعمل لك ميثود تضيف لي قيمة على موقع محدد، طبعا إذا كان الموقع هذا فيه value سابقا أنا بدي أعمل شفت للعناصر، واضحة الفكرة كيف؟ إنه أنا بدي أعمل insert الآن إضافة لقيمة على موقع فيه قيمة سابقا، ما بدي يكتب فوقيها أو يمحي لي القيمة السابقة هاي، بدي يعمل لي شفت للعناصر، فأنا بدي أعمل إزاحة بمعنى آخر وأحط القيمة تبعتي في المكان اللي أنا بدي إياه. شو رأيكم؟ نقدر نعمل كود زي هاد؟ كمان مرة للي ما استوعب الفكرة، بدي أعمل جملة insert يعني إضافة لقيمة، إضافة هاي أنا بدي أحدد وين المكان اللي أنا بدي أضيف عليه، ما بدي أكتب فوق القيمة القديمة مثل ما عملنا بالست آيتم أبداً، أنا بدي أكتب في هذا اللوكيشن، إذا هذا اللوكيشن موجود في البداية بدي أعمل إزاحة لكل العناصر لحتى أنا أحط القيمة تبعي. كيف ممكن نكتب هذا الكود؟ كيف نبلش فيه الآن؟ بدنا نعمل إيش؟ define، بدنا نسميه إيش؟ insert، إنه إضافة. الآن أنا بدي أضيف عنصر، بما أنه أنا حكيت بدي أحكي إنه أنا خلفية شيء إجباري بدنا نضيفها لأنه إحنا بنتعامل مع أوبجكت الآن، أنا بدي أحكي لك بإندكس معين، فأنا بدي بحاجة الإندكس معناته أنا بدي أضيف فاليو معين. طيب شو بيفرق هذا عن الست آيتم؟ شو بيفرق عن الآد؟ الآد كان يضيف لي على نهاية الليست مثل الأبند بمعنى آخر، فإذا تذكروا الليست مثل جملة الأبند الآد العادية، الست آيتم إنه أنا بدي أكتب فوق القيمة الموجودة مش مهتم فيها ما بتهمني، بجملة الإنسيرت أنا بدي أعمل إزاحة للعناصر إذا كان هذا الموقع مشغول بقيم معينة. فالآن أنا كيف ممكن أبلش بهذا الكود؟ فهمنا كيف الفكرة؟ أول شيء من البرنامج أو شو اللي بدنا نعمله بهذا الكود؟ إضافة على موقع معين، إذا الموقع مشغول بقيمة أنا بدي أعملها إزاحة، زي لما أجي أحكي لكم وأنتم بالقاعة إنه بدي هذا الطالب مثلا في عنده مشكلة بدي إياه يقعد من قدام، ففرضوا لي هذا المقعد واللي كان موجود فيه يروح على اللي بجنبه، اللي بجنبه مشغول خلي اللي بجنبه برضه ينتقل وهكذا. الآن شو الجمل اللي أنا ممكن أكتبها داخل هذا البرنامج؟ دكتور عمل أول شيء تشيك على الكمان على الكباسيتي.
على الكاباسيتي، تمام كلام صحيح. ليش بدي أعمل تشيك على الكاباسيتي؟ إحنا ننضيف ونتعامل مع الحجم الأرية كاملة مش على القيم زي الفول. نعم. فإذا شو ممكن يكون في عندي؟ إنه هاي الأرية إيش؟ فل مليانة، فلازم أعمل تشيك على الكاباسيتي. طيب إحنا مش كتبنا ميثود سابقا إنه تعملي تشيك على الكاباسيتي وتحكي لي إذا فل ولا لا؟ شو كان اسمها؟ الاس فول ميثود. فبدل ما أنا أروح أكتب الكونديشن هاد وترو فولس وإلى آخره، باجي بستدعي الاس فول هاي. فأنا الآن بدي أستخدم الاس فول ميثود لحتى إيش أعمل؟ لحتى إني أشوف إنه أوكي ولا مش أوكي إني عملت الإضافة اللي أنا بدي أقوم فيها. فول أو سيلف دوت اس فول بهذا الشكل. طيب شو بدي أعمل إذا كانت فول؟ مين يحكي لي؟ إذا كانت فل الليست شو بدي أعمل؟ هل في مجال إني أضيف عناصر الآن؟ لا ما بنقدر. ما بنقدر. شو لازم نحكي له؟ بهي الحالة. رجال جيمت برينت. برينت أوكي. إنه الليست إز فل، فيش مجال عندي إني أضيف لك ولا أي عنصر. ففقط نكتب ليست إز فل. شو الهدف؟ إنه أنا عندي حجم الأري ثابت لغاية الآن، إحنا لسه ما عملنا دايناميك يتغير، إحنا لساتنا بثبتينه على القيم اللي أعطاها اليوزر للكونستركتر أول ما عمل كريشن للأوبجكت. لسه اليوم بمحاضرة اليوم بدنا نخليه يصير دايناميك فعلياً، بدي أعدل أنا على الكودك. فأول خطوة إنه إذا فول خلاص أنهيلي، ما في داعي تكمل وما في داعي تشتغل أي شيء، وإحكي لي إنه الليست مليانة، فيش مجال إني أضيف عنصر زيادة وأعمل إزاحة للبقية. طيب else، الآن else شو بدي أعمل؟ شو بدنا نعمل بهي النقطة؟ بدنا نعمل check على مين الآن؟ مين يحكي لي؟ على الري self dot a. self dot a ولا إيش شيء تاني؟ شو رأيكم؟ على الindex. فأنا بدي أشوف الindex. فإذا الاندكس أنا من ضمن عناصر معينة، أنا بدي أحكي لك وين هذا الاندكس، بدي أشوف هل هو ضمن الرينج العناصر اللي أنا مخزنهم. إحنا اتفقنا أنه الانسيرت شو بتعمل؟ بتضيف لك على لوكيشن فيه بيانات، فبدها تعمل إزاحة للبيانات لحتى ما نضيعهم. فإذا أنا بدي أتأكد هل هي في رينج البيانات الموجود عندي ولا لا؟ هل هي من ضمن العناصر اللي أنا موجود عندي؟ ليش أعمل إزاحة إذا أنا بدي أضيف في نهاية الليست الآن؟ إذا أنا بدي أضيف بالنص أو في بداية الليست وفي عندي عناصر، هون أنا بحاجة للإزاحة. فإذا أنا لازم أعمل تشيك الآن على موضوع الإندكس، إنه هذا الإندكس اللي أنا بعت لك إياه صحيح ولا لا؟ أقل من self dot إيش؟ dot end. إنه إحنا already عملنا check على الكاباسيتي من خلال الأسفل. الآن أنا بدي أشوف هل أنت من ضمن range العناصر اللي أنا عم بشتغل معاهم ولا لا، لحتى أنا أعمل إزاحة لإلهم وأقرر شو مقدار الإزاحة اللي أنا بدي أعمله. طيب عملنا check وكان الكونديشن صحيح، إنه أنا الindex على سبيل المثال بدي أروح على الأري X، خلينا نشيل بس واحدة من هدول العناصر اللي هون، إجيت حكيت لك إنه فيها العناصر 2 و2 و6 و3. إجيت رحت حكيت لك insert في اللوكيشن 0 الرقم 15 الآن. فمعناته شو بده يعمل؟ إزاحة للاثنين هاي وللاثنين هاي وللستة وللثلاثة، لأنه في عنده مجال وأنا ضمن الرينج الآن. أوكي؟ طيب شو كيف بدي أعمل عملية الإزاحة؟ طبعاً أسوأ حالة إذا أنا بدي أضيف على اللوكيشن 0. ليش؟ لأنه أنا بدي أعمل إزاحة لكل العناصر اللي بعتها. فمن موقع صفر لا موقع آخر وحدة موجودة عندي أنا بدي أعمل لهم إزاحة كلهم. كيف بدي أقوم بعملية الإزاحة هاي؟ هل الإزاحة لعنصر واحد ولا تكون مجموعة من العناصر الآن؟ مجموعة من العناصر. مجموعة من العناصر. إذا أنا شو بحالة؟ بحاجة لإيتريشن لفور لوب. أول خطوة إنه أنا بدي فور لوب I N range. الآن شو الرينج اللي أنا بدي أشتغل معاه؟ وين بدي أبلش؟ شو أول عنصر لازم أزيحه؟ اللي هو الـ index أو الـ value.
أول عنصر أنا بدي أزيفه أي واحد لحتى تسهل عندي الأمور؟ أول موقع اللي هو الصفر. طيب كيف بدي أزيحه بهاي الطريقة؟ يعني خلينا نيجي على الإكس مرة تاني هون. العناصر عندي هم، إذا أنا بدي أجي أحكيهم بالترتيب، هم اثنين اثنين، بعدين عندي الستة، بعدين عندي آخر شيء الثلاثة. في الكمبيوتر لحتى تتم عملية الإزاحة شو بده يعمل؟ بده يشيل آخر واحد، يعمل له إزاحة بالشكل هذا، بعد هيك اللي قبله يعمل له إزاحة، بعد هيك اللي قبله يعمل له إزاحة، بعد هيك اللي قبله يعمل له إزاحة، يضيف لي العنصر في البداية إذا أنا بدي أضيف على اللوكيشن زيرو. فإذا أنا بدي أبلش من آخر عنصر، ليش؟ إذا أنا بدي أخذ كوبي منه وأنسخه على الموقع اللي بعديه، بعد هيك قبل الأخير أنسخه على الموقع الأخير اللي كان عندي سابقا، بعد هيك اللي قبله أنسخه على اللي بعده وهكذا. هاي بنسميها شيفت رايت، إنه أنا بدي أعمل إزاحة لجهة اليمين، فبلش من آخر عنصر داخل هاي اللست وبعمل له إزاحة أول واحد. بناء على هذا الحكي معناته هاي الفور لوب بدها تمشي إيش؟ تنازلي من آخر لوكيشن لحد ما أوصل للإندكس اللي أنا بدي إياه. فآخر لوكيشن من وين بدي أجيبه؟ من خلال اللينكس، اللينكس اللي هو عدد الإليمنت حكينا اللي موجودة. فآخر لوكيشن أنا بدي أروح لعنده الآن هو اللينك اللي موجودة عندي. فبهذا الشكل طبعاً هلأ بفرجيكم كيف رح تصير الكودينج أو كيف رح يمشي البرنامج إذا أنا أخذت إكزامبل معين. بدي أبلش من عند السيلف، بدي أضل ماشي لوين؟ لعند الإندكس اللي أنا بدي أفضيه، فبدي أخذ الإندكس. بما أنه أنا بمشي تنازلياً بدي أعمل ماينس 1. هون الشيفت هاي بنسميها شيفت رايت. أنا شو عم بعمل؟ عم بعمل شيفت رايت للعناصر. فلازم أعرف وين أبلش وين أنتهي. بما أنه أنا بدي أعمل شيفت رايت بدي أبلش بآخر عنصر داخل الليست اللي هو الرقم 3 عندي هون، بدي أعمل له إزاحة أول واحد على جهة اليمين على الموقع البعدي، بعد هيك أزيح اللي قبله اللي هي الستة، بعد هيك الاثنين، بعد هيك الاثنين، تأوصل إنه أنا بدي أفضل موقع زيرو أحط فيها الخمستاش. طيب إذا أنا الآن حكيت لك الرقم 15 ما بدي أضيفه هون، حكيت لك الرقم 15 بدي أضيف لك إياه على اللوكيشن 2، فبتروح لي بتحكي لي إنه 0 1 2 اللي هي القيمة 6. طيب عندي هون 3 آخر لوكيشن اللينك رح يجيب لي إياه الرقم 4، فرح يعمل لي إزاحة للثلاثة، يعمل لي كوبي فيه منها ويحط لي إياها في الموقع 4، يأخذ لي نسخة من الستة يحط لك إياها بالموقع 3. الآن أنا الموقع 2 ممكن أكتب فوقه وبنهي البرنامج لعند هاي النقطة. فمشان هيك بلشنا من عند اللينك اللي هي آخر لوكيشن زائد 1، بعد هيك الإندكس اللي هو الموقع اللي أنا بدي أخزن فيه القيمة ناقص 1 لأنه أنا عم بمشي تنازلياً بهي النقطة. طبعاً بدكم تشتغلوا على حالكم شوي لحتى تفهموا آلية هذا الفور لوب، لحتى نحفظها وتركز في بالنا. هاي بنسميها شيفت رايت، كمان شوي رح نعمل ديليت، فبدي أعمل شيفت ليفت، فبدي أعمل المعاكس لهي الجملة. فبدنا نفهم هاي النقطة، نحاول نتبع البرنامج عليها لحتى تمشي الأمور. طيب الآن أنا عملت الفور لوب، شو بدي أعمل بالحالة هاي؟ بدي أجي أحكي له self dot underscore underscore الـ A. أنا بدي أروح على الموقع I، بدي أخليه يساوي إيش؟ self dot underscore underscore A للـ I ناقص 1 اللي هي الموقع اللي قبله. فعلياً بيجيب لك الموقع 4 بحط فيها القيمة اللي كانت موجودة في الموقع 3، هي الرقم 3. بعد هيك اللفة اللي بعديها بيجي على الموقع 3 بيخزن لك القيمة اللي كانت موجودة في موقع 2، بينهي عند هاي النقطة لأنه أنا بدي أعمل إزاحة هون، بدي أحط الرقم في الموقع 2 عندي على سبيل المثال. فهاي لحتى أنه أنا أعمل إزاحة، لسه أنا ما ضفت القيمة، أنا فقط عملت عملية الإزاحة.
الآن أنا بدي أضيف القيمة اللي عندي، شو بدي أعمل لك؟ بدي أحكي لك ضف لي الفاليو. فسيلف دوت الايه، لا الاندكس اللي أنا بعثت لك إياها خليه يساوي عندي الفاليو اللي أنا بدي إياها. بعدنا ما كملنا. طيب ليش ما كملنا؟ لأنه بكل بساطة إحنا لساتنا ما عدلنا على عدد القيم اللي مخزنة داخل هاي الليست، فأنا لازم أعدلها. فالآن أنا لازم أعدل على حجم الليست أو اللينكس للليست من خلال self dot underscore underscore and plus equal 1. فأنا بدي أزيد عدد العناصر. طيب شو اللي بيصير الآن؟ إذا أنا خارج الاندكس هيك أنا عملت الشفت وخزنت العنصر. بدي أحكي لك else إذا أنا ما اشتغلت صح، بدي أحكي لك إنه الاندكس اللي أنت بدك تضيف عليه هو out of range. طبعاً رح تشوفوا شوية تغييرات عن بالسلايدات. هل هذا معناته إنه إحنا عم نكتب شيء غلط؟ لا، أنت بتقدر تكتب البرنامج بالشكل اللي أنت بدك إياه. فرح تشوفوا إنه مثلاً في جملة معينة مش عم تمشي أوكي، أو في مشكلة أو في خلل معين. طيب شو الخلل هون؟ invalid for i in range. دكتورة النقطتين عند الفور آه أوكي، نقطتين بعد الفور. في أي استفسار على هذا البرنامج؟ بس دكتورة حسيات السلف هاي لازم تكون ضمن الفور. أي واحد هدول تنتين؟ لا إحنا بنعمل الإزاحة، الإزاحة اللي هي جملة الفور لوب هاي. بس نكمل عملية الإزاحة الآن. أنا بضيف إيش؟ القيمة، وبعمل الآن زائد واحد إنه أنا فعلاً الآن عملت إزاحة للقيم وصار عندي الموقع. خلينا نحكي إنه في مجال إني أكتب عليه، بكتب القيمة الجديدة وبزيد الآن بمقدار واحد لأنه أنا ضفت عنصر جديد، فراح يتغير اللينك عندي في النهاية. أي استفسار على هاي الجملة؟ كتير مهم نفهم عملية الشفت كيف عم بتصير، شو اللي عم بصير بالنسبة لها. طيب بناء على هذا الحكي خليني أحكي لكم طبيعة الهومورك القادم. الهومورك القادم بدي تكتب لي جملة delete. delete بدي أنا أحذف من index معين. إذا الindex، إذا طبعا بدي أتأكد أول شيء إنه الليست فاضية. النقطة الثانية طبعا إذا فاضية أكيد ما بدي أعمل حذف. النقطة الثانية بدي أتأكد من الاندكس تبعي، والترك رح تكون بعملية الشفت إنه إذا أنا حذفت من موقع معين بدي أعمل شفت لباقي العناصر على هذا الموقع. الآن الشفت رح تصير شفت ليفت وليست شفت رايت. كيف أنا بدي أقوم فيها؟ واضح كيف؟ دكتورة بتقدر تعيدي لأنه قطع الصوت عندي. بدي أعمل ديليت بدل انسيرت. delete بدل insert. فبدي أعمل check على مجموعة أمور إنه list فاضية، الindex اللي أنا اخترته بدي أحذف منه أوكي من ضمن الرينج تبعي. الخطوة الأخيرة إنه أنا بدي أعمل إيش؟ بدي أعمل shift للعناصر لحتى أغطي المكان اللي أنا فضيته الآن. فهاد خلينا نحكي إنه as homework لألكم. رح أحط المعلومة هاي على الإيليرنينج، رح أعطيكم مجال كفاية أنكم تحلوا. طبعاً محاضرة الأسبوع القادم رح أحله ونكتبه كاملاً ونشوف كيف الحل لإله. واضح الآن الشفت رايت كيف عم تشتغل في الامتحان. أنا ممكن أجيب لك هذا البرنامج وأشيل لك جملة الفور لوب وأحكي لك إنه شو الكودينج اللي داخل الفور لوب أو كيف بدي أمشي بالرينج الخاص بالفور لوب، أو أشيل لك الشفت كلياتها اللي هي الفور لوب مع الجملة التابعة لإلها وأحكي لك الآن أنت بدك تختار أي واحدة من الجمل التالية اللي بتمثل عملية الشفت رايت بطريقة صحيحة. فهاي أنا بدي أفهمها. كيف بدي أفهمها؟ رح حط عناصر وافترض إندكس معين وأنا بدي أضيف قيمة معينة. جرب تتبع البرنامج مرة ومرتين وثلاثة لحتى أنك تضمن أنك فهمت كيف هذا البرنامج عم يشتغل 100%. إذا أنا فهمت كيف الشفت رايت
رح أعرف كيف أشتغل الشفت ليفت. الشفت ليفت معناته أنا بدي أمشي بطريقة معاكسة، معناته أنا بدي أمشي بشكل معاكس. كيف معاكس؟ هاي رح أتركها إلكم. طيب شو الكومبلكسيتي لهذا البرنامج؟ بقول الآن بقول الآن ليش؟ أنا بأسوأ حالة أنا ممكن أضيف العنصر تبعي على الموقع إياه صفر، فبأسوأ حالة أنه أنا بدي أضيف على الموقع زيرو، فبدي أعمل شفت لكل العناصر بهي الحالة. طيب شو هي أفضل حالة إذا أنا بدي أجي على أفضل حالة الآن؟ بتكون القيمة آخر شيء، أضيف آخر شيء. لا مش هيك، مين يحكي لي؟ أفضل حالة أنه تكون لسه مليانة من البداية، مليانة لسه نقول لك مليانة، فبتكون big O of one، فمن البداية الليست مليانة خلص مع السلامة، ما فيش مجال إني لا أضف لك ولا أحذف من عندك ولا أعمل أي شيء آخر. أوكي لغاية الآن؟ مهم جدا ترجعوا تراجعوا لي كود الإنسيرت هاد والكودات السابقة كلياتهم. طبعا أنا لما أحط لكم الهوم ورك رح أحط لكم الكود هاد كلياته لحتى أنت تستفيد منه تستعين فيه، ما أنا بفضل إنكم تكتبوا بإيدكم حتى إنه إذا مريتوا على شيء حاسس إنه غلط أو حاسس إنه أنا ممكن أضيف عليه الآن نعدل عليه ونشوف كيف، أو تعطيني نوت في المحاضرة القادمة على هذا الموضوع. طيب لغاية الآن إحنا سميناها دايناميك أري، لكن إحنا السايز ثابت من لما أنا أعمل كرياشن للأوبجكت. فالآن أنا ما بدي السايز ثابت، أنا بدي أعدل على السايز اللي عندي وبدي أعمل ريسايز لهي الليست. فبدنا نعمل كرياشن لميثود الآن. هاي الميثود بدنا إياها برايفت أو ممكن نعملها بروتكتد، خليها بروتكتد مبدئيا، ونسميها ريسايز. شو الهدف منها؟ إنه أنا إذا تعبت الليست اللي عندي إني أكبر حجمها تلقائيا بدون ما أجي أحكي لك إنه فول كل شوي عم نحكي لك out of range والليست is full وإلى آخره. أنا ما بدي توصل لمرحلة فول أبدا، أنا بدي أوصل لمرحلة إنه أنا ممكن أضل أضيف عناصر زي ما بدي. ومن خلال الكودينج ومن خلال الميثود اللي اسمها resize الآن كل مرة يعدل لي على شكل الليست وعلى حجم هي الليست، وإذا أنا جبت اللينك في قرأ لي، إذا أنا تعاملت مع هاي الليست يشتغل لي معها بشكل طبيعي بدون ما يعطيني رسائل إنه صارت مليانة وفيش مجال أبدا. فالآن بناء على هذا الحكي أنا بحاجة للأوبجكت اللي أنا بدي أشتغل عليه، بدي أغير له resize وبدي أخذ السايز الجديد. فأنا بدي السايز الجديد اللي أنا بدي أعدله الآن، ممكن أسميه C, X, Y اللي بدكم إياه. الآن داخل هاي الريسايز بدي أعمل كرييشن. إذا بتتذكروا خلينا نرجع عند سلايدات. أوكي موجود عندي اللي هي الخطوات هاي، مذكرينها؟ create a new array store element الخاصة ب A داخل P، وآخر شيء اعمل reference عليه. هذا اللي رح نعمله بالميثود اللي اسمها resize الآن. أول شيء بدنا نعمل creation ل ال B، بعد هيك ننسخ القيم، وآخر شيء نعمل reference الموجود عندي. فبدنا نمشي بهاي الخطوات، معناته أول خطوة إنه أنا أعرف ال B اللي هي dynamic array. ف بدل ما أنا أعمل creation لأري وأستدعي السي تايب وإلى آخره، إحنا المرة الماضية عملنا creation لمثل، مين يحكي لي شو كان اسمها؟ مذكرينها الميك أري؟ فالميك أري هي بتعمل creation للميثود أو creation للأري حسب السايز اللي أنا ببعثه. فإذا أنا بدل ما أنا أستدعي السي تايبز وأرجع أشتغل مع السي تايبز، بدنا نستدعي الميثود الجاهزة اللي اسمها ميك أري. self dot make underscore array، وأي حجم بدي أبعث لها الآن؟ الرقم اللي موجود عندي في الأرجمنت اللي هي السي، للحجم الجديد اللي أنا بدي أتعامل معه. أوكي لغاية الآن، بس هيخليها private. أوكي ونشتغل عليها.
طيب شو اللي صار عندي الآن؟ أنا عرفت لك create the method لا سوري array جديدة لست جديدة، استدعيت لك الميثود اللي اسمها make array بس تتأكد من الاسم أوكي، وبعثت لك size الجديد اللي موجود عندي. شو الخطوة اللي بعد هيك؟ هو بحكي لي إيش؟ إني أنسخ القيم من الأري القديمة أحطها في الأري الجديدة. فالفور مثلاً I N range، الرينج لمين بدي أشتغله الآن؟ للآن؟ للآن، الآن لمين؟ للسلف، للسلف dot underscore underscore n أو length للسلف إذا أنا بشوفه مناسب. فأي واحدة من الجملتين أوكي ما فيها مشكلة أبدا. فبتقدر تكتب لي self dot underscore underscore n وتمشي الأمور بهي الطريقة. طيب شو الخطوة اللي بعديها الآن؟ بدي أجي أحكي لك إنه بالأري الجديدة بالموقع I خليه يساوي الأري القديمة اللي هي self dot underscore underscore a للموقع I نفسه. فأنا بدي أنسخ كل العناصر لحتى تصير الأمور عندي أوكي. بعد ما أنا أنسخ كل العناصر بس الاندنتيشن لحتى ما يصير فيه مشاكل. الآن بعد ما أنا أنسخ كل العناصر، هو أريد شكله فيه مشكلة بالاندنتيشن فوق بهذا الشكل، فرح يترتب عليه أنه نعمل إزاحة لباقي الجمل. أوكي، موضوع الاندنتيشن هذا أنا بالنسبة لي معضلة، فتقدروا أنتوا تشتغلوا عليه وتشوفوا كيف الأمور بدها تصير. طيب الآن أنا أنهيت الفور لوب، أنا ما بدي أشتغل الفور لوب الآن، كملتها، عملت عملية النسخ اللي أنا مطلوبة مني لكل العناصر ومشيت عليها. حكينا أول خطوة creation للأري، الثانية بدي أنسخ كل العناصر، بعدك بدي أعمل reference. فبدي أحجي أحكي لك الآن self dot underscore underscore الA بدي أسويها تساوي الB كreference عندي. طيب شو ضل عندي خطوة لازم أعملها؟ بدي أعدل على الكاباسيتي، بما أنه أنا عدلت الحجم فأنا بدي أعدل على الكاباسيتي الآن للحجم الجديد اللي صار عندي. فهي الكاباسيتي شو بدها تساوي عندي؟ اللي هو الحجم الجديد اللي أنا اشتغلته. واضحة الفكرة أو كيف الخطوات اللي إحنا عم نمشي فيها؟ هي نفس الخطوات اللي كان عندي بالسلايدات، create array بدي أنا أنسخ القيم، بعد هيك بدي أعمل reference على الأري الموجودة عندي. فهي الخطوات اللي إحنا مشينا فيها لحتى نعمل resize ونشتغل على الريسايز الموجودة هون. الآن بناء على هذا الكود أنا بطل عندي إنه إمكاني أصير فل، صح ولا لا؟ مين يحكي لي؟ صح دكتورة، لأنه صار دايما معناته أنا كل كونديشن إنه أنا كنت أوصل لمرحلة فل، شو لازم أستخدم فيه؟ إنه أنا أستدعي الريسايز هاي. فبدل ما أعمل له print إنه مثلاً هون list is full، شو بعمل؟ بستدعي resize. بدل في عملية خلينا نحكي الاد كمان قبل شوي، فالاد مش special اد، الاد العادية. فبدل ما أنا أحكي لك إنه أنا ضمن الكاباسيتي وإنه أنا لساتني ضمن الكاباسيتي، إذا كان الكونديشن خطأ بدل ما أحكي لك list is full برضو بدي أستدعي resize وأكمل الشغل طبيعي. إذن الآن أنا بدي أستفيد من هاي الميثود اللي اسمها resize لحتى أعدل على باقي الكودات اللي كانت موجودة عندي سابقاً. رح نعدل على مين؟ على اللي فيهم إضافة، اللي كانوا يتأثروا بأنه أنا الحجم في عندي مجال ولا ما في عندي مجال. الآن أنا عدلت على المجال كلياته وصار بإمكاني أني أضل أضيف زي ما بدي وما في مشاكل أبداً بالحجم. فأي ميثود كان فيها مسج أو رسالة الليست إس فول الآن بدي أروح أعدل عليها، بدي أروح أستخدم الريسايز لحتى أنا أقوم بالشغل تبعي بشكل مختلف تماماً بالنسبة لهذا الكود.
أي استفسار على الكود اللي عندي هون قبل ما أروح أعدل الآن. دكتورة هسا بس استخدمنا الـ resize هسا على كل list is full يعني بتتغير الأسوأ، بتتغير الكود الكومبكستي لها البيجو في أسوأ حالة وأفضل حالة. نعم بتتغير الكومبلكسيتي لبعض الميثودز، كلام صحيح، لأنه الريسايز الآن كامل كومبلكسيتي لإلها. مين يحكي لي؟ بقول الآن لأنه أنا شو بدي أعمل؟ نسخ لكل العناصر. فإذا أنا معناته بيج أول الآن هون، أي ميثود بدها تستدعي الريسايز بدها تتأثر الكومبلكسيتي بهذا الريسايز. إذا كانت بيج أو أوف أن وأنا عم بستدعي بإف ستيتمنت رح تضلها زي ما هي، لكن إذا كانت بيج أو أوف ون الآن شو رح يصير؟ رح تتغير لبيج أو أوف أن ورح تتغير الكومبلكسيتي بشكل كامل. طيب هاي بالنسبة للريسايز. بدنا نروح الآن وين الميثود اللي أنا بدي أعدل عليها. حكينا بدي أعدل على الانسيرت الست آيتم، ما رح نعدل عليها لأنه أنا شو بدي أعمل؟ أنا عم بستبدل قيمة بقيمة، فما بهم عندي الفول ولا لا. الجيت أنا عم بسترجع فاليو. في عندي السبيشال آد أنا عم بجمع قيمتين من موقعين وأحطهم في أري ثالثة لحتى أنا أشتغل عليها. الجريتر ثان إنه أنا عم بقارن، الكلير إنه أنا عم بفضي، الإس فول أنا عم بقارن إنه هي مساوية. طبعاً لازم نعمل تشيك على الإس فول ميثود قبل ما أنا أروح أستدعي الميثود اللي عندي. الإس إمتي إنه هي فاضية، الكونستركتر ما راح نشتغل شيء. راح أبلش التعديل وين؟ عندي من هون. فبدي أجي أعدل على مين؟ على الآد بالنسبة لألنا. فكان الكونديشن إذا self dot underscore underscore m أقل من self dot capacity. الآن شو بده يعمل لي؟ كان يضيف لي العنصر ويعمل لي إضافة لإلها أو append، ممكن نسميها هاي الميثود، هي موجودة عندكم بالسلايد بالمسمى append. اللي بيحكي لي إنه في شيء ما كتبناه، إحنا كتبناهم already بس ممكن المسمى يكون مختلف. الآن هاي عبارة عن الأبند، يعني ضف لي على آخر اللست. حكينا إذا أنا عدد القيم اللي أنا مخزنهم أقل من الكاباسيتي ضف لي واعمل لي الآن بلس ون. الألس الآن هي شو كانت تعمل تشيك؟ إنه تحكي لي إس فول. طيب أنا كيف بدي أحلها الآن؟ كيف بدي أعيد كتابة هذا البرنامج؟ بأقل complexity ممكنة، بأقل عدد جمل ممكنة. فأنا الآن بدي أعدل على conditions كلها. بدي أجي أحكي لك الآن بشكل عام إنه إذا كانوا متساويين بالشكل هذا، بدي أشيل جملة الألس هاي كلياتها، وبدي أحكي لك الآن إذا كانت الآن قيمتها مساوية للكاباسيتي، أو الأفضل إنه إيش أعمل؟ أستدعي السلف دوت إيش فول، بما أنه في عندي ميثود جاهزة ف is full. فبدي أستدعي ال is full بهذا الشكل. فإذا أنا مليان الليست عندي شو بدي أعمل؟ بدي أخير على إيش؟ على السايز. فأنا شو بدي أستدعي معناته؟ ال resize method اللي إحنا عملناها. واضح لغاية الآن؟ الآن ليش أنا عم بعدل على هاي الميثود؟ لأنه أنا ما بدي ضل حجم ثابت، وأرجع أحكي لك أنه في عندي مشكلة بالحجم أبداً. أنا بدي أضل أضيف لك على قد أنت ما بتضيف. فالآن أنا بدل ما أنا أعطيك مشاكل وأعطيك رسائل، أنا بدي أحل لك المشكلة كلياتها. فبدي أستدعي الآن الريسايز ميثود. فبدي أحكي لك self dot underscore underscore resize. الآن الريسايز أنا لازم أبعت له السايز الأصلي اللي كان عندي أو الحجم للزيادة اللي أنا بدي أشتغله. فالريسايز الآن شو بدي أعمل؟ أنا بدي أضاعف. طبعاً أنت ممكن الآن تتحكم في هذه الجملة، ممكن أنت بدك تحكي لي 2 ضرب السايز القديم، ممكن أنت تحكي لي 3 ضرب السايز القديم، ممكن تحكي لي 4 ضرب السايز القديم. فهذا برجع لك، فأنا بدي أحكي لك 3 أو أنا بدي أعمل لك الحجم مضاعف. كيف الحجم مضاعف؟ self dot underscore underscore الكاباسيتي القديمة. فأنا شو عملت بهاي الجملة؟ أنا عدلت لك على الحجم وضاعفت لك إياه. يعني إذا كان الحجم 5 في البداية، فاثنين ضرب 5 صار 10 الآن.
إذا كان 10 بده يصير إيش؟ 20. إذا كان 20 بده يصير عندي الآن 40. فأنا بهي الحالة أنا ضاعفت لك الحجم، استدعيت لك الريسايز ميثود لحتى أعدل على الحجم. فبدي أروح على الريسايز ميثود الآن، بدي تأخذ الحجم الجديد وتشتغل لي على أساسه. أوكي؟ فهي الجملة بحالة كان الإف ستيتمنت صحيحة. طيب إذا كان الإف ستيتمنت مش صحيحة ما تدخل عليها، ونفذ لي الجملتين هدول دائما، ما في داعي أحطهم في إلس ستيتمنت، لأنه أنا دائما هدول الجملتين بدي أعملهم، إنه أنا في اللوكيشن أن ضف لي الفاليو واعمل لي أن بلس ون. فليش أنا أحط إف وأكرر هدول الجملتين وأرجع في الإلس وأكرر هدول الجملتين؟ لا، أنا بحط إف. إذا فول غير لي على الحجم، وعلى كل الأحوال أنا شو بدي أعمل؟ بدي أضيف القيمة وبدي أزيد السايز اللي كان عندي وأشتغل عليه بشكل أوكي. واضح الفكرة كيف؟ واضح كيف أنا اشتغلت عليه وكيف عدلت على الأد ميثود؟ الآن صار شكلها نسخة عن اللي بالكتاب أو نسخة عن اللي بالسلايدات. على أي أساس؟ إنه إحنا عدلنا وضفنا الريسايز ميثود. أنا من البداية ما حطت لكم إياه لحتى نكتب الميثود، نفهم أنا شو بدي منها، كيف بتشتغل، كيف الآن كود. طيب هل تغيرت الكومبلكسيتي لهي الميثود بناء على هذا الحكي؟ لا. الريسايز ميثود قديش بتاخذ كومبلكسيتي حكينا؟ بيج او ان. بيج او اوف ان. وبما انه انا استدعيتها معناته انا شو عم بعمل؟ انا عم بغير الكومبلكسيتي للميثود كامله. الاس فول 1، الريسايز ام، الاساينمنت كل واحده 1 1. فاعلى كومبلكسيتي اللي هي الان صارت عندي هي الميثود بتاخذ big O للآن بدل big O للون. تمام؟ اوكي ولا لا؟ اوكي دكتورة. تمام دكتورة. في اي استفسار على هذا الكود وليش عدلنا عليه بهي الطريقة؟ الآن اذا بتروحوا على السلايدات بتعملوا تشيك، والله هاي الكود اللي عندي هون اللي اسمه append. احنا حكينا الاد هي بتمثل الappend. طيب شو عم بيحكي لي؟ انه self dot underscore am بتساوي الكاباسيتي، اعمل لي resize. هل في methods ما اشتغلناهم؟ اشتغلنا الانشاليزيشن، اشتغلنا length، اشتغلنا get item، اشتغلنا append اللي هي add احنا سميناها، اشتغلنا resize، واشتغلنا make array. فاحنا already ضفنا كثير methods زيادة. طيب الميثود الثاني اللي حكينا ممكن نعدل عليها الآن اللي هي الانسيرت، اللي هي ايش؟ الانسيرت. فبالانسيرت الان انا شو بدي اعمل؟ كيف ممكن اعدل عليها بطريقه مشابهه للاد؟ انه انا ما يطبع لي اس فول هاي ابدا. شو بدي اعمل؟ بدي اخذ ايش؟ استدعاء للريسايز برضه بالحجم او مضاعفه الحجم زي ما احنا من شايفين. فبدل ما أعمل print أنا بعمل إيش؟ إضافة لهي الجملة Ctrl V هون. بناء على هذا الحكي أنا بلغي للألس الآن. ليش لغيتها؟ لأنه أنا بدي أعمل check على الجملة اللي بعدها بشكل دائم. طبعا هذا الشيء معناته أنه أنا بعد ما أعمل check على الاس فول وأضاعف الحجم بدي أروح أعمل check على مين؟ على الاندكس اللي عندي. بعد ما أعمل تشيك على الاندكس اللي عندي أنا بدي أعرف كيف أشتغل عليه. أوكي ولا لا؟ الآن الإلس هاي تابعة لمين؟ للإف الخاصة بالاندكس. فبدي أعمل تشيك عليها وأشتغل عليها بهاي الطريقة. فإذا عدلنا على كود الانسيرت كمان. فأي كود بده الفول ميثود أنا لازم أروح أعدل عليه، بحيث انه ما يضل يحكي لي انه الليست از فول ابدا. انا ما بدي الليست فول، انا بدي اعمل ريسايز وتغيير لحجم هاي الليست واكمل شغلي طبيعي. فغيرنا بحجم الليست، بعد هيك عملنا تشيك على الاندكس اللي انا بدي اضيف عليه، اذا ضمن الحدود اوكي، غير هيك احكي لي اوت اوف رينج وانهي لي البرنامج. في اي استفسار على البرنامج لغايه الان؟ هل في أي ميثود الآن عندي بحاجة إني أعمل ريسايز أو عم تستدعي الإسفل؟ طلعوا عليهم؟ ما في.
أو في واحدة عم تحكي لي الليست فول كطباعة، ما في. إحنا عدلنا على الأد وعدلنا على الإنسيرت واشتغلنا على أساسهم وكانت الأمور تمام. طيب بالنسبة لمحاضرة الخميس، محاضرة الخميس رح أسجل لكم إياها اللي هي تتمت هذا الشابتر وشرح باقي الميثودز اللي موجودين عندي هون، رح أطبقهم، رح أخذهم على البرنامج وأضيفهم على الكلاس اللي عندي، ويوم الخميس المساء على الأغلب رح أحط لكم الهوم وورك الجديد بعد ما أنا أكمل شرح هذا الشابتر كله يعني. أي سؤال أو أي استفسار من قبلكم؟ المرة الجاية بدي أكمل من هون، مش شرط تكونوا موجودين لأنه أنا أريدي رح أسجل المحاضرة تسجيل لحتى أنتوا تحضروها. يوم الأحد بتقدر تسألوني عن أي استفسار. الهوم وورك رح أحط لكم إياه، رح أعمل تشيك أنا أريدي على خلينا نحكي على الباث تو كود. إذا واجهت مشاكل إن الهوم وورك يكون هناك رح أحطه على الإي ليرنينج نفسه، رح أحط لكم إعلان بهي المعلومة. الهوم وورك إنك تضيف لي ديليت ميثود زي ما ضفنا إنسيرت هون، بدي أعمل ديليت. الديليت بدها تعمل لي شيفت ليفت، هون عملنا شيفت رايت، الآن الديليت بدها تعمل لي شيفت ليفت للعناصر. أي استفسار أو أي سؤال من قبلكم؟ طيب يعطيكم ألف عافية لليوم، ونلتقي إن شاء الله اليوم الخميس أحضر المحاضرة، ونلتقي الأحد الأسبوع القادم بإذن واحد أحد. يعطيكم العافية والسلام عليكم.